من جانبه أكد وكيل الموارد والخدمات بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مبارك جمعة أن تعليق الدراسة في المدارس يشمل الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية بالمدارس، وأن قرار التعليق لا يسري على مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أن تعليق الدراسة هو إجراء احترازي وأنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في صفوف الطلبة. طبعا صدر قبل قليل خبر متعلق بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في المؤسسات التعليمية المعني فيها تحديدا هي المدارس الحكومية والخاصة وأيضا رياض الأطفال، وهذا طبعا كان بتوجيه من سيدي سمو النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وطبعا هذه الإجراءات هي في الوقت الحالي مقتصرة على المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال. البعض كان يسأل عن الجامعات، الجامعات غير مشمولة بهذا الإجراء، ولكن سأتحدث بعد قليل عن بعض الإجراءات المتعلقة بالجامعات. وفي نفس الوقت فإن هذا التعليق يشمل أيضا أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، أن يكون هناك من يسأل هل فقط الطلبة أم الطلبة ومنتسبي المدارس من الهيئات التعليمية والإدارية، والجواب نعم، الهيئات التعليمية والإدارية مشمولة بالتعليق، وبالتالي ليس مطلوب منهم التواجد في مدارسهم اعتبارا من صدور هذا القرار. فيما يتصل بالجامعات، طبعا الجامعات غير مشمولة نظرا لكونها حالات مختلفة. الجامعات نحن نتكلم عن يعني ليس فقط بالغين، من هم أكثر من البالغين، وليس هناك الاختلاط المساوي لمسألة الاختلاط في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. إجراءات الجامعة مختلفة، ولكن ينطبق على الجامعات في الواقع ما تم الإعلان عنه مسبقا اليوم، وهو تعليق أو تأجيل أي رحلات جماعية أو زيارات جماعية من قبل الجامعات إلى دول أخرى نتيجة انتشار الفيروس في عدد من دول العالم.